إن اختيار شريكة الحياة التي يتوسم فيها أن تكون خير معين ورفيق هو الشغل الشاغل لكل إنسان عاقل، لكونه من أعظم أسباب سعادة الدنيا والآخرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة. فما هي معايير هذا الصلاح الذي يجعل من المرأة راحة لزوجها وسكنا له، والمعين الأول على نوائب الدهر ونكبات الحياة؟ يبدو أن بحث الرجل عن هذه المرأة ممتد عبر الزمن وضارب في جذور التاريخ، فكما جاء في التوراة على لسان سيدنا سليمان عليه السلام: امرأة فاضلة، من يدلني عليها؟ إنها أثمن من كل ما في الأرض من ماس ولآلئ، فتشت في الألف امرأة فلم أجدها. فهذه المرأة التي بحث عنها سيدنا سليمان ونبحث عنها جميعا، يبدو أنها عملة نادرة في كل زمان ومكان. يرى الدكتور مصطفى محمود رحمه الله في كتابه عصر القرود أن هذه المرأة الفاضلة التي فتش عنها سليمان الحكيم في نسائه الألف ولم يجدها، يمكننا أن نستحضر صفاتها ونستلهم ملامحها في ثلاث نساء فاضلات حكى عنهن التاريخ: هن مريم العذراء، وخديجة زوج الرسول، وآسيا امرأة فرعون. ولكن قبل أن يعرض مصطفى محمود سر تميز هذه النسوة عن البقية الذي جعل منهن المثال الأقرب إلى توصيف المرأة الفاضلة، بيّن أولا التصوير الخاطئ لهذه المرأة في زماننا هذا. فالقاموس الدارج في هذا العصر ينعتها بأنها امرأة تحب حتى الموت، هكذا تقول الأغاني والمسلسلات والروايات الغرامية. ولكن عطاء الحب كما يعتقد مصطفى محمود لا يمثل جوهر الفضيلة لدى المرأة، وهو لا يتعدى كونه طبيعة وفطرة أنثوية، كما أنه ليس فضيلة لأنه عطاء يتلقى مقابلا فوريا من النشوة واللذة، فهو عطاء مجز وتكاليفه ممتعة. لذلك فالعطاء الذي ميز مريم وخديجة وآسيا هو أبعد ما يكون عن هذا المفهوم المبتذل للحب. فمريم العذراء سيدة نساء العالمين لم تعطي هذا النوع من الحب، وهي لم تحب رجلا، وخديجة كان عطاؤها الذي ميزها هو عطاء من نوع آخر، فقد أعطت النبي الأمن والأمان، وكانت له أما وزوجة وملجأ، ثم وهبت نفسها ومالها وحياتها لرسالته وأهدافه، فأحبته لله وأحبت الله فيه، وهذا ما جعل حياة الاثنين معا أنسا كاملا وأتناسا لا خواء فيها ولا ملل. لذا لم يفكر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يتزوج عليها أو يجمع عليها بأخرى بالغة ما بلغت من الجمال، وهي التي كانت تكبره بعشرين عاما، ورغم ذلك لم يعدد إلا بعد وفاتها. فالقضية إذن كما يقول مصطفى محمود ليست قضية حب، على عكس ما شاع في هذا العصر الذي تحول فيه الحب إلى صنم يحرق له البخور، ويقدم له الشباب القرابين من دمائهم، وترتل له الأناشيد، ويزمر له الزامر، ويطبل الطبال، وترقص الراقصة، وتعمل قاعات السينما وشاشات التلفزيون على الترويج لهذا الوهم ليل نهار، ما جعله المعبود الأول والهدف الأوحد الذي لا تكون بدونه الحياة حياة. كما أن الحب حسب مصطفى محمود مقترن دائما مع الرغبة، فلا يمكنك أن تحب امرأة دون أن ترغبها، لذلك ما تلبث أن تتحول نسمات الحب الحنون إلى ريح وإعصار وزوابع تدفع بالمرأة إلى حضن الرجل في أتون من الشهوة العارمة واللذة الوقتية التي ما تكاد تشتعل حتى تنطفئ. لذلك فإن الحب إذا اصطبغ بالشهوة وهو شيء حتمي بحكم الطبيعة البشرية سيتحول إلى قسوة خفية وعدوان مستتر، لأن الشهوة بطبيعتها عنف وعدوان وامتلاك وتسلط. لذلك نجد أن المرة الوحيدة التي ذكر فيها الحب في القرآن كان مع امرأة العزيز الذي شغفها فتاها يوسف عليه السلام حبا. وكيف انتهى هذا الحب؟ طالبت امرأة العزيز بإيداع يوسف السجن وأن يعذب، قالت: ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. فحبها اقترن بالقسوة والسجن والتعذيب. لذلك ما تلبث أن تتحول قصة الحب ما قبل الزواج بعد أن تخالطها الشهوة التي تنتهي إلى الإشباع في دقائق إلى شك وتربص وقسوة وغيره، وهكذا يتحول الحب إلى آلام ودموع وتجريح، وينقلب عداوة وكراهية، وذلك هو العذاب بعينه. فالزواج الذي سيبنى على ثالوث الحب والجنس والقسوة مصيره الفشل والإحباط وخيبة الأمل. وهذا هو السبب الذي جعل مصطفى محمود يؤمن بأن الحب لا يصلح لبناء البيوت ولا يقدر على إقامة الوشائج الثابتة بين الجنسين.
لهذا كانت من دلائل عظمة القرآن وإعجازه أنه حينما ذكر الزواج لم يذكر الحب، وإنما ذكر المودة والرحمة والسكن. قال تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فعندما تحل الرحمة محل الحب والمودة مكان الشهوة، تتحول الحياة الزوجية إلى روضة من رياض الحب والتفاهم والعطف والحنان والتسامح والكرم والتضحية. والرحمة حسب مصطفى محمود تجمع بين كل هذا، وهو ما يجعل منها عاطفة إنسانية راقية أعمق من الحب وأصفى وأطهر. فكلنا قادرون على الحب، ولكن قليل منا هم القادرون على الرحمة. بهذا يكون القرآن الذي لم يذكر كلمة واحدة عن الحب عند الزواج قد حطم صنم العصر ومعبوده الأول، كما حطم أصنام الكعبة من قديم. ليؤكد مصطفى محمود في النهاية أن هذه الكلمات ليست مصادرة للحب أو إلغاء للشهوة، وإنما هي توكيد وبيان بأن ممارسة الحب والشهوة دون إطار من الرحمة والمودة والشرعية هو عبث لا بد أن ينتهي إلى فشل وإحباط. ثم يرشدنا أن علامة الإنسان الرحيم هي الهدوء والسكينة والسماحة ورحابة الصدر والحلم والوداعة والصبر والتريث، وعدم التهالك على الحظوظ العاجلة والمنافع الشخصية، وحب الصمت والاعتناس بالخلوة، لأن الرحيم في حوار دائم مع الحق وفي بسطة دائمة مع الخلق. فربما هذه صفات المرأة التي أرادها سليمان في التوراة، المرأة التي تجمع في قلبها بين الحب والرحمة، فتكون عواطفها سكن وحنانها وحبها ظل ظليل وليس نارا محرقة. وأقرب مثال يجسد هذه المرأة حسب مصطفى محمود هي خديجة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. فحسب الرجل امرأة تستطيع أن تتخلص مما في صدرها من غل، وتغلب في نفسها صفات التسامح واللين والمودة والوداعة على الانتقام والغيظ والغضب. امرأة تكون له أما ولرسالته عونا وسندا. فتلك هي المرأة الفاضلة والزوجة المثالية حسب وجهة نظر مصطفى محمود. لكن فشل سليمان في إيجاد هذه المرأة قد انسحب على باقي البشرية، فلا عجب أن لا تجد هذه المرأة خاصة في هذا العصر المظلم أين غلبت المادة وتراجعت المبادئ والقيم. ويختم مصطفى محمود بقوله: حاولوا أن تكونوا فضلاء أولا قبل أن تفتشوا عن المرأة الفاضلة، فالثمار لا يمكن أن تظهر إلا إذا ظهرت الزهور أولا. ولتجد امرأة كخديجة لابد أن تكون رجلا كمحمد.